لم تكن فكرة إنشاء مدرسة في عام 1918 في مدينة نابلس إلا وليدة حلم أطلقته عقول وسواعد ثلة من أبناء فلسطين المخلصين، الذين أدركوا مبكراً أن الاستثمار في العلم هو استثمار أزلي لا ينضب خيره، في حين كانت الكثير من الأقطار العربية تعتمد في تلقي العلم على ما عرف أيامها بالكتاتيب. ولدت النجاح كما المخلوقات تولد، مدرسة احتضنت طالبي العلم من أقاصي المغرب العربي إلى أقاصي مشرقه، وخرجت رجالات قادوا أوطانهم فأحسنوا القيادة، وارتادوا المعالي فاستحقوا ألقاب الريادة. حبت النجاح وارتقت على عتبات سلم العلم، فأصبحت كلية النجاح الوطنية عام 1941، وكان لها أن أصبحت معهداً لإعداد المعلمين تمنح الدرجات العلمية المتوسطة في تخصصات مختلفة عام 1965. وكان ما كان لما تبقى من فلسطين حين وقعت بالكامل في قبضة المحتل عام 1967، مما وضع النجاح أمام تحديات كبيرة تمثلت في وقوفها في الصف الأول في المواجهة مع الاحتلال من الناحية الحضارية، حيث أصرت على دورها في منع تهجير الشباب إلى الخارج وتثبيتهم في وطنهم وصمودهم على الأرض. فتحولت رغم كل المصاعب وبتحد وإصرار إلى جامعة النجاح الوطنية عام 1977، وانضمت في نفس العام إلى مجلس اتحاد الجامعات العربية، وبدأت بكليتي الآداب والعلوم، وتطورت في الأعوام التالية وأسست كليات أخرى مثل الاقتصاد والعلوم الإدارية والعلوم التربوية والهندسة. دأبت جامعة النجاح منذ ذلك الحين على التوسع العمراني والتطور الأكاديمي على مستوى البرامج الأكاديمية والتخصصات في مختلف المجالات والمستويات، وحصلت على الاعتراف الدولي عام 1981، وكان لها نصيب من العقاب القاسي الذي وقع على أبناء فلسطين حين أغلقت إغلاقاً تاماً بقرار عسكري احتلالي جائر من عام 1987 إلى عام 1991 خلال الانتفاضة الأولى، وحرمت من ممارسة دورها الطليعي في تعليم الأجيال وتثبيتهم على الأرض لإدراك الاحتلال خطورة ذلك على أطماعه. لكنها تجاوزت تلك الفترة العصيبة بفضل صمود أبنائها وإيمانهم برسالتها. وقد تعاقب على رئاسة مجلس أمناء الجامعة رجال حملوا على عاتقهم أمانتها أيما حمل. كما جلس على كرسي رئاستها رجال جعلوا نصب أعينهم توجيه بوصلتها نحو التطور الدائم رغم ما عرفته فلسطين من صعاب وأنواع عاصفة. ولا يختلف اثنان على أن جامعة النجاح الوطنية قد شهدت عصرها الذهبي وقفزت قفزات ثورية في ظل رئيسها الحالي الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، الذي أطلق إشارة البدء في بناء الحرم الجامعي الجديد وإنشاء أول مستشفى تعليمي في فلسطين تابع للجامعة ومعهد للطب العدلي والكثير من المشاريع التطويرية، ومن عكس من ذلك على تطوير المستوى التعليمي والقدرة على استيعاب أعداد أكبر من الطلبة وتقديم برامج أكاديمية فريدة على مستوى المنطقة العربية. ولا غرابة أن تحصد الجامعة عبر مسيرة العشر سنين الأخيرة العشرات من الجوائز العلمية الدولية الرفيعة، وأن ترفد البحث العلمي والحضارة الإنسانية بالكثير من الأبحاث في المجالات العلمية والإنسانية المختلفة التي حازت على التقدير وشهادات التميز في كثير من بقاع الأرض. وتنشر الجامعة بشكل دوري مجلتها العلمية المحكمة مجلة النجاح للأبحاث، والتي تصدرها عمادة البحث العلمي. وسجلت الجامعة بفخر واعتزاز تميزها وجدارتها من خلال التصنيف الدولي لمؤسسة ويب أوميتريكس، حيث حصلت الجامعة من خلال هذا التصنيف على المرتبة الأولى على مستوى جامعات الوطن والمرتبة الخامسة على مستوى الجامعات العربية،
والمرتبة 1160 على مستوى العالم من ضمن 20,000 جامعة دخلت التصنيف. ولم تكتفي الجامعة بالعملية التدريسية كوسيلة وحيدة للرقي بالمجتمع، بل وأنشأت ما يزيد على 16 مركزاً بحثياً وعلمياً ومجتمعياً هدفت من خلالها إلى خدمة المجتمع وتطويره. وأنشأت مسرحين جامعيين هما الأضخم والأكثر تطوراً في فلسطين، وأنشأت إذاعة تعليمية مجتمعية لتثقيف وتوعية المواطن، ووفرت فرصاً للتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنشأت مجمعاً رياضياً هو الأكثر تطوراً على مستوى فلسطين. تمنح الجامعة اليوم شهادة البكالوريوس في 70 برنامجاً أكاديمياً، إضافة إلى شهادة الماجستير في 40 برنامجاً وشهادة الدكتوراه في برنامج واحد هو برنامج الكيمياء. فيها مكتبات جامعية تضم ما يربو على 250 ألف كتاب مختلف العنوان، وتحوي الكثير من المخطوطات النادرة، وتعتبر أكبر مكتبة عامة في فلسطين. يدرس في الجامعة اليوم ما مجموعه 19,000 طالب وطالبة، 54% منهم من الإناث، ويتوزعون على الحرم الجامعي القديم والحرم الجامعي الجديد وكلية هشام حجاوي التكنولوجية، وجميعها في مدينة نابلس، إضافة إلى كلية الزراعة وكلية الطب البيطري في مدينة طول كرم. وتتميز جامعة النجاح الوطنية بمشروع المستشفى التعليمي قيد التأسيس ضمن كلية الطب البشري في الجامعة، والذي صمم ليكون أكبر مستشفى في فلسطين من حيث السعة والتخصصات والبنية التحتية، وهو مشروع واعد لفلسطين والمنطقة على صعيد الخدمات الطبية والتعليمية على حد سواء. كما تتميز الجامعة بوجود وحدة للخريجين تقوم على إنشاء روابط ما بين المشغلين في السوق المحلي والخارجي وما بين خريجي الجامعة، وجمع المعلومات وتوثيقها عن الخريجين وسوق العمل. وضمن مشروع التعليم الإلكتروني أنشأت الجامعة استوديوهات لتصوير المحاضرات الدراسية اليومية ونشرها على موقع الجامعة لتطوير العملية التعليمية وتعميم الفائدة للطلبة والباحثين. وقد تم مؤخراً افتتاح مكتبة ضخمة ذات طراز معماري مميز في الحرم الجامعي الجديد، بالإضافة إلى المكتبات القائمة، بهدف تخصيصها للكليات العلمية، وتحتوي على قاعات للكتب وأجهزة الحاسوب والمرافق المختلفة. ويحتوي الطابق الأخير من المبنى مركزاً للإعلام صمم وبني خصيصاً، ويضم الآن محطة إذاعة صوت النجاح، ويتم فيه الآن تأسيس استوديوهات لمحطة تلفزيونية تربوية ووحدة للتدريب الإعلامي الإلكتروني، بهدف تطوير قطاع الإعلام وتعزيز دور الجامعة في المجتمع المحلي. وتملك الجامعة مكتبين تمثيليين، أحدهما في رام الله والآخر في عمان، بهدف توسيع دائرة التواصل مع المحيطين العربي والدولي. كما يتواجد في الجامعة العديد من العاملين الأجانب ومجازي التفرغ العلمي والمتطوعين الدوليين الذين يسهمون بخبراتهم في التنوع العلمي وفي التبادل الثقافي. كما ترسل الجامعة عشرات المبتعثين لإكمال تحصيلهم العلمي العالي في أفضل جامعات العالم. وينتخب الطلبة ممثليهم سنوياً بشكل ديمقراطي في مجلس اتحاد الطلبة، حيث يقوم المجلس على تمثيل الطلبة
وإقامة النشاطات اللامنهجية لهم. وتعتبر الجامعة محطة لزيارة كبار الشخصيات في مختلف المناسبات وعلى مدار العام. وأقيم على أرض الجامعة العديد من الفعاليات التاريخية، منها مؤتمر فلسطين للاستثمار واختتام فعاليات احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية. وقد خرجت الجامعة فوجها 30 هذا العام، وأقامت لخريجيها احتفالاً خاصاً كما في كل عام، ولم تترك فرصة للألم يوماً أن ينتزع فرحتها بقطف ثمار إصرارها وإصرار أسرتها من مجلس أمناء ورئاسة جامعة وعاملين وطلبة على الاستمرار في دورها الطليعي الباني. خرجت الجامعة فوجها 30 هذا العام، وأقامت لخريجيها احتفالاً خاصاً كما في كل عام، ولم تترك فرصة للألم يوماً أن ينتزع فرحتها بقطف ثمار إصرارها وإصرار أسرتها من مجلس أمناء ورئاسة جامعة وعاملين وطلبة على الاستمرار في دورها الطليعي الباني. جامعة النجاح الوطنية هي اسم على مسمى، فهي قصة نجاح لم تنتهي بعد، وهي سقف يظل أبناء فلسطين من كل مشاربهم، وهي هاديهم كيف يكون الانتماء الحقيقي للوطن ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.